ايوه انا حدي صوتي لطنطاوي في حاله واحده بس، مش ابن الوسخه طالع يقول النهارده ان احنا كشعب مصري عندنا فرصه للتغيير وكله بامر الله والانتخابات جايه اهيت واحنا تحت امر الشعب؟ يا ابن الوسخه بتضحك على مين؟ لو الانتخابات دي بجد، لو الانتخابات دي حقيقيه، جمال مبارك ما نزلش ليه؟ لو دي انتخابات بجد خلي جمال مبارك ينزل، وانا بناشد جمال مبارك انه ينزل عشان يكشف هل دي انتخابات بجد ولا انتخابات كسكسي على حمصي واحمد طنطاوي ده عروسه وماكيت وخيال مات. فجأة بقى في مواطنين ماشيين مع احمد الطنطاوي في الشارع بيهتفوا ضد السيسي وعادي، يا دين امي على الحرية والديمقراطية اللي عايشين فيها. خلي بقى جمال مبارك ينزل، طب خلي مواطن من المواطنين يروح يعمل تفويض او يروح يعمل توكيل لجمال مبارك انه يترشح لرئاسة الجمهورية، ما نشوف المواطن ده هيحصل فيه ايه. طب خلي جمال مبارك نفسه ينزل ونشوف هو نفسه هيحصل فيه ايه. مش احنا في عملية ديمقراطية والتغيير وكله بأمر الله واللي عايزه الشعب والكلام الفارغ الهري الفارغ اللي قعد ابن الوسخة يهريه النهاردة لما نفخ دماغنا، نفخ بضنا مش نفخ دماغنا. طب ما تخلي جمال مبارك ينزل، ما تسيبه ينزل وانا بناشده، مش شايف ان السيسي بيقول ان هي ان احنا عندنا فرصه في التغيير وان الديمقراطيه وان الحياه والانتخابات وان الشعب المصري عنده فرصه للتغيير وي وي وي. والله لدي احمد طنطاوي صوتي وانزل اعمل له توكيل لو جمال مبارك نزل وما حصلوش حاجه. لو جمال مبارك اترشح في الانتخابات دي يبقى الانتخابات دي بجد المره دي، اقسم بالله تبقى بجد، وهنزل انتخب احمد طنطاوي دلوقتي حالا. بس ورينا لو جمال نزل، مش هي دي اللي انتوا بتقولوا؟ مش دي مش انتوا عايزين تقنعونا ان طنطاوي ده له شعبيه وانه حريه وان فجاه في ناس، الناس اللي في 2000 في اللي مش في 2000 اللي في 11 ما يعني ما تجرؤوش ان هم حتى ينزلوا، كانوا كله زي الكلاب. دلوقتي الاف ماشيه مع الطنطاوي بتهتف ضد السيسي في مصر في عهد السيسي، يا دين امي على الديمقراطيه، يا خرابي على الحريات، حوش المجال الديمقراطي اللي بيشر من دين ام البلد. ديمقراطية صح؟ خلي بقى جمال ينزل. لو نزل جمال مبارك انا هروح ادي صوتي لاحمد طنطاوي وهعمل له توكيل وهآمن ان هو فعلا مش لعبة وسخة من المجلس العسكري كالعادة. مش لعبة وسخة من السيسي. يعني كل اللي طنطاوي بيعمله ده انا مش داخل دماغي، اوكي؟ لو دي انتخابات بجد خلي جمال مبارك ينزل، واما نشوف الناس هتنتخب مين، واما نشوف احمد طنطاوي ده بجد ولا حقيقه. مش السيسي قاعد وعامل فيها مظلوميه وكله بامر الله والموضوع عنده ابن المتنكه كانه خلاص الدرويش وقاعد وكله في ايد ربنا، ما تدخلش ربنا في السياسه. المفروض كله في ايد الشعب. فلو دي انتخابات بجد وخلي جمال مبارك ينزل، اهو خلي جمال مبارك ينزل. لو دي يا جمال مبارك انزل عشان تفضح حقيقه احمد طنطاوي قدام الناس اللي مصدقه. اما تشوف هيحصل لك ايه لو نزلت في الانتخابات دي. الله، يعني انت عايز تضر الراجل؟ لا، هو مش السيسي بيقول ان دي والبلد كلها وفي ناس مأمنه ان التغيير ويحيى الامل وبتاع؟ طب ما تنزلوا الراجل. لا، تخافوا تنزلوه. لانه لو نزل طنطاوي، لو نزل جمال مبارك هتبقى انتخابات بجد، هتبقى انتخابات بجد، وهم مش عايزين انتخابات بجد. مش هقول لك بقى لو دي انتخابات بجد روح هات الامم المتحده تراقب عليها، لا 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 لا، احنا مع بعضينا مصريين وفي بعضينا. لو راجل يا سيسي خلي جمال مبارك ينزل، ولو راجل طنطاوي ده اما نشوف هيحصل له ايه وقت جمال مبارك. طب ما انت سامح بالطنطاوي ينزل يهتف ضدك في الشارع، ما تسمح لجمال؟ فكره حلوه صح؟
عشان الناس بس اللي لسه مصدقه ان دي دين ام لعبه. يعني الناس اللي في 11 11 خافوا حتى يعتبوا الشارع، دلوقتي بيهتفوا باسم طنطاوي ضد السيسي في الشارع. يعني مش قادر اصدق الديمقراطيه اللي احنا بقينا فيها، مش قادر اصدق. يعني حبه كمان وهيطلع لطنطاوي ده جناحات، هيبقى ملاك، والناس بقى معلقه الامال فيه ويحيى الامل طب ما تخلوا جمال يخش اللعبه. اهو مواطن مصري بطالب جمال مبارك، انا مش هرشحه، انا بطالبه هو يترشح، لانه جمال له مؤيدين وشعبيه اكتر من احمد طنطاوي. ولو انت فعلا نازل قصاد السيسي راجل للراجل، خلي جمال ينزل معاكم والشعب يختار. ومش عايزين مراقبه من بره، بس خلي جمال ينزل معاكم. احرجتك صح؟ معلش معلش، كفايه اللعب الوسخ، كفايه عرايس وضحك على الناس الغلبانه اللي مصدقه ان فعلا عمالين تدوا الناس امل وهو مفيش امل. مسرحيات ورا مسرحيات، وكذب ورا كذب، وأرجوزات ورا أرجوزات، وأفلام هندي، وبرضه مع المجلس العسكري هو اللي بيحكم. لو رجالة اسمحوا لجمال ينزل، ويا ريت جمال ينزل عشان يكشف حقيقة طنطاوي. ما هو لو جمال نزل ومحدش والناس عملت له توكيلات وراحوا وبتاع ومش عارف ايه، وطنطاوي ده زي ما هو، يبقى اللي يفصل ما بينهم الصندوق. وفي اللحظة دي أنا حدي صوتي لطنطاوي. ما حصلش ان جمال نزل، دي مش انتخابات حقيقيه. اللي يثبت لي ان دي انتخابات حقيقيه، مش هقول لك بقى خلي سامي عنان وطلع احمد قنصوه وهات لنا حازم صلاح ابو اسماعيل، لا 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 لا، خلي جمال ينزل. سلام.